الصورة الجيدة في بطولة الدوري، لكن اليوم أمام النادي السيف فهو بشكل مغاير جدا. عصام الصبحي اللي غاب عن مجريات الشوط الأول لكنه ظهر في الصورة الأهم، ظهر في الصورة الأهم في اللقطة الأهم عندما سجل الهدف الثاني في مجريات الشوط الثاني. تعود لمصلحة البريكي أيمن عند الخميسي في أقصى الجهة اليسرى عبد المعين المرزوقي يحاول في هذه اللحظات عادت. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام على شعاع الشمس وعلى هذه النقلات الممتازة، الله على هذه الكرة التي يتم التناقل فيها بهكذا صورة وبهكذا متعة بين لاعبي نادي السويق، وكأن السويق يظهر بهوية جديدة وكأن السويق يظهر بصورة جديدة. أكثر من 12 تمريرة ناجحة من قبل لاعبي نادي السويق. الصبحي في الانطلاقة في اللمسة في الكرة، هي الله 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 على هذا الأداء، الله على هذه الضربة. يا سلام يا سلام على الكرة الماضية الملعوبة، صح الملعوبة صح، هدف يدرس يا بوريس أو هدف يدرس يا مارين زيكوفيتش. الصربي ماذا فعلت؟ الصربي ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أكثر من 16 تمريرة يا ناس، ناجحة ناجحة ناجحة. هدف ثالث سويقاوي يدرس يدرس هذه العرضية المتابعة. يا سلام يا سلام، الله عليك الله عليك.